السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وبخير، والشعب العربي بخير، والشعب الإسلامي بخير، وكل الدول العربية بخير. وكلمة مهمة جدا للناس بالآلاف اللي كتبوا لنا في الخاص، اللي حقيقة عيدوا علينا وإحنا ما نعرفوهمش، ولكن حقيقة نشكرهم شكرا جزيلا جزيلا جزيلا، وتحية خاصة لهم. وكلمة هي مهمة جدا ثانية، إحنا في هذا الوضع الصحي الوباء الصعب، في الوضع الاقتصادي الصعب، ورد على الكلام اللي فيه ناس تكتب لنا يا سي كمال ما تخليش بينا، ما تخليش تونس، ساعد تونس، ليش أنت تمشي لإفريقيا وما تجيناش تمشي. لا، إحنا نقول لكم في برنامج المساعدات إحنا راه كما ساعدنا في قيام لإنشاء غرفة عمليات قصر للأطفال في مستشفى رابطة، احنا نساعد مو بس بالماديات، حتى بعلاقاتنا الخاصه في زياراتنا البلدان. ما قصرناش في اي بلد نزوروه، واحنا ندعمه في تونس وندعم الشعب التونسي ان البلدان هذه تقف بجنب بلدنا يعني. واحنا نرى كما في هذه المناسبه نحب نشكر هذه البلدان اللي حقيقه استجابت كصديق خاص لهذه النداء وقامت بمساعدات الدولة التونسية، ونشكر كل الدول العربية وكل الدول الأجنبية اللي احنا أصدقاء معهم وطلبت منا طلبنا منها شيء وساعدت. ولكن هذا طلب خاص، يعني طلب وإنشاء مساعدة كل ما نقول عليه. في المساعدات اللي احنا قمنا بها نحب كمان نبشر شعبنا ونبشر الناس اللي احنا ديما طلبونا في ساعدنا سي كمال. احنا راهو في الأيام القادمة حنرسل مساعدات ثانية اللي تتكون من 30,000 قطعة كشف واختبار سريع لكوفيد، و30,000 بدلة طبية، و27 جهاز ضش أكسجين اصطناعي بحجم 10 لتر، و25 أقنعة تنفس، و25,000 لتر أكسجين. هذه نحب نبشركم بها، وراء في الطريق إن شاء الله القادمة إلى تونس وإلى شعبنا الحبيب. هي حاجة بسيطة ولكن من الأشياء اللي تقدر تساعد المستشفى المحتاج أو الإنسان المحتاج. وكل هذا يجي في إطار احنا ما قصرناش كتوانسة، موجودين في الخارج، موجودين خارج البلد، ولكن ما نسيناش بلدنا مش سلطانة. وفي نفس الوقت نقول للناس اللي تطلبوا منا يا سي كمال يا سي كمال تمشي وما جيناش، نقول لهم كل شيء في وقته، كل شيء في وقته، واحنا ان شاء الله رحنا معهم بجنبهم. ونطلب من التوانسة حقيقة التوانسة، يعني نطلب من كل دول العربية التوانسة، يا أخي ساعدوا حتى أنتم، احترموا القوانين، اللي من دون قوانين مش راهو ما نخرج من هذه المشكلة ومن نخرج من هذه الأزمة الوباء والأزمة الاقتصادية. لأن راهو لو نحترموا شوية في القوانين ونحترموا شوية العزل ونحترموا يعني الكمامات ونحترموا يعني حتى الإنسان يكون محترز باش لما يخرج يمشي أي شيء، لما يرجع لداره ما يجيبش الوباء لأبوه وأمه واخته ومرته وجوزه، حتى ويزم يفكر فيهم. يعني مش كل مرة نخرج ونحوس ونقوله لفكنا اقتصاد منها نحبه، لا، انت زاد تفكر في أهلك، في أمك، في أخ، في أبوك، في ولدك، هذا راهو حتى عاتق عليكم أنتم. فهذا مهم جدا أن تحترموا. وإذا كان وقفنا مع بعضنا وإحنا مع ما يهمناش مين اليوم هذا موجود هذا لا، لا خليكم، لأن في الأخير اتمنى تونس، اتمنى أن تكون تونس تخرج من هذه الأزمة الاقتصادية وأزمة الوباء. ومن دون صحة ومن دون ناس أقوياء مش حيكون عندنا اقتصاد قوي. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان، وينزل السكينة في قلوبنا وقلوب المسلمين، أن نقف ند لند، يد في يد، لأن من دون وحدة مع بعضنا ومن دون تعاون مع بعضنا مش هنخرج من هذا الوباء. فأنا حقيقة نشكركم مرة ثانية ونقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب ويا رب يصبر الجميع يصبر الجميع، وأن بعد العسر يسرى وأن بعد العسر يسرى، وإن شاء الله نخرج من هذه الأزمة ونرجع كما كنا قبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.